حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث طعن في إسناده البعض، وقد استفاض ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود بكلام نفيس جميل حول الرد على من طعن فيه، وسأقتصر لأن المقصود هو إيصال العلم للخاصة والعامة على حد سواء لكي يتبين لهم صحة هذا الحديث. سأذكر ما ذكر في إسناد هذا الحديث مما يتعلق برجاله المعنيين بهذا الحكم. هذا الحديث رواه سعد ابن سعيد ابن قيس عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري، قالوا إنما داره على سعد ابن سعيد وهو ضعيف من قبل حفظه كما قال الإمام أحمد والنسائي. فالجواب عن هذا أن الإمام مسلم روى له وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان ابن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. ثم إن سعد ابن سعيد لم ينفرد به، فقد رواه صفوان ابن سليم كما عند أبي داود والنسائي، ورواه يحيى ابن سعيد كما عند النسائي، ورواه عبد ربه ابن سعيد عند البيهقي، فلم ينفرد به سعد بن سعيد. ثم إن يحيى ابن سعيد رواه عن عمر ابن ثابت ورواه عن أخيه سعد ابن سعيد، ولا يضر في مثل هذا. ورواية من رواه أرجح من رواية حفص ابن غياث لأنهم أتقن وأكثر وأبعد عن الغلط. ثم لو سلمنا بضعف سعد ابن سعيد فإن الإمام مسلم احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطأ فيه بقرائن ومتابعات وشواهد، وإن كان معروفا على التسليم بأنه يخطأ في غيره، فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع أن يحتج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه، وهذا ما صنعه الإمام مسلم رحمه الله. ولذلك البخاري ومسلم في أسانيد بعض أحاديثهما من تكلم فيه من جهة حفظه، فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجد لها متابعا. قال ابن القيم رحمه الله: وهنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن الحديث الذي روياه أي البخاري ومسلم أو أحدهما واحتج برجاله أقوى من حديث احتج برجاله ولم يخرجه، بمعنى أن ما ذكره في صحيحهما واحتج برجاله أقوى من حديث احتج برجاله ولم يخرجه، فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند. فلو قيل إن علة هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لم يخرجه البخاري، فالجواب أن البخاري لم يستوعب كل الصحيح. ثم إن سعد ابن سعيد ليس من شرط البخاري، مع أنه قد استشهد به في صحيحه في كتاب الزكاة. العلة الثانية كما قالوا أنه اختلف في سنده على عمر ابن ثابت، وذلك لأن النسائي ذكره موقوفا على أبي أيوب، وأخرجه أيضا عن عمر ابن ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. قالوا: وهذا يدل على أن طريق سعد بن سعيد الذي تحدثنا عنه فيما مضى قالوا إنها غير متصلة، حيث لم يذكر يعني سعد بن سعيد لم يذكر محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب، مع أن إسماعيل بن عياش في إسناده ذكر محمد بن المنكدر عن أبي أيوب، فدل على أن رواية محمد بن المنكدر له عن أبي أيوب أصلاً، وبالتالي يوجب ضعف حديث سعد بن سعيد لأنه لم يذكر محمد بن المنكدر. والجواب عن هذا أن رواية الرفع لا تخالف رواية الوقف، فإنه يقال إن مع الرفع زيادة كما هو مقرر في الأصول وفي المصطلح، ولا تعارض. وإن سلمنا بأن هناك تعارضا فالترجيح يحصل بكثرة الرواة والحفظ، فإن صفوان بن سليم ويحيى ابن سعيد وهما إمامان جليلان وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج به في الصحيح اتفقوا على رفعه وهم أكثر وأحفظ، بل إن رواية من أوقفه لم يتفقوا على وقفه، بل قد رواه أحمد بن يوسف شيخ مسلم
مرفوعا، فيكون موافقا لرواية الجماعة من أنه مرفوع. ثم إن رواية إسماعيل بن عياش ضعيفة في الحجازيين، فتكون الزيادة زيادة محمد بن المنكدر غلط. فإن قيل وهي العلة الأخرى التي ذكروها وهي الثالثة على أن عمر بن ثابت لم يروه عن أبي أيوب غيره فهو شاذ فلا يحتج به، فالجواب ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة كحديث الأعمال بالنيات، تفرد علقمة بن وقاص به، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه، وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي. ولذلك قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ثم مع هذا كله فلم يتفرد به عمر بن ثابت لرواية ثوبان وغيره له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه فقال بعد إخراج حديث عمر بن ثابت ذكر الخبر المدحض لقول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب، فيكون الحديث صحيحا ولا غبار عليه مع هذه التسليمات لما ذكروا. أما كونه غير معمول به عند الأمة فهذا كلام باطل، لأن أهل المدينة في زمن الإمام مالك لم يعملوا به، وهذا لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به الإمام أحمد والشافعي وابن المبارك وغيره، وإنما كره الإمام مالك أن تصام خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يعتقد بأن الستة الأيام هي من رمضان، وكان رحمه الله متحفظا ومحتاطا للدين كثيرا. فخلاصة القول أن هذا الحديث صحيح ولا غبار عليه، ومن أراد الاستزادة الكثيرة من طلاب العلم فليرجع إلى كتاب تهذيب سنن أبي داود لابن القيم رحمه الله، فإنه تكلم بكلام واف جميل يدحض كل الشبه.